أبرز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، وانشئت مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز على مساحة 135 فدانا وفقا للمعايير العالمية، وأقيمت المرحلة الأولى على مساحة 102 فدان، وتضم المدينة 10 مصانع مختلفة بطاقة 470 ألف طن في السنة و40 منتجا. يا ترى احنا محتاجين نستمر بالنمو السكاني ده بالطريقة دي ولا لا؟ ده صدقوني في منتهى الخطورة. يعني لما نيجي نقول ان احنا من 2010 او 11 للنهاردة ما يقرب من 20 مليون انسان زادوا. طب ما ال 20 مليون زادوا دول محدش بيقول طب يا ترى الاسعار بتبقى غاليه ليه؟ طب ما لازم الاسعار تزيد لان حجم الطلب بيزيد، لانك انت عايز توفر اكل لل 20 مليون. طب يا ترى الارض الزراعيه زادت عشان توفر لل 20 مليون؟ انا مش عايز بس اوقف الدكتور شوقي او طارق وكده يعني، لكن حبيت اقول ان دي نقطه احنا عايزين كلنا نتوقف، لان دي بلدنا كلنا وده مستقبلنا ومستقبل اولادنا كلنا. بالطريقه اللي احنا ماشيين بيها ديت في النمو السكاني، صدقوني كل الجهد اللي احنا بنعمله، كل الجهد والجهد اللي بنعمله مش من يعني احنا مش بنضن على اهلنا في مصر، ده دورنا احنا ان احنا نشتغل ونبذل جهد لاجل خاطر الناس، ده دورنا. ولو مش قادرين نقوم بالدور ده امشي بصراحة، احنا بنقوم لان ده دورنا وده حقهم علينا، ولكن لازم كمان حقهم علينا ان هم يبقوا عارفين ان استمرار هذا الشكل وده موضوع تكراري ليه او تكراري فيه، ما اقصدش بيه اكتر من تسجيل خطورته واهميته، وان ده موضوع مش احنا بس في الحكومة اللي تنتبه ليه، حتى الاسر تنتبه ليه. تتواصل فعاليات المؤتمر العالمي السادس الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئة الإفتاء في العالم تحت عنوان مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي، تحديات التطوير وآليات التعاون، بحضور وفود من 85 دولة يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة. ويناقش المشاركون 4 محاور رئيسة جميعها ترسخ لفكرة الاتفاق على آليات التعاون بين دور وهيئة الإفتاء للمشاركة في معالجة تحديات التطور التقني والدخول بالمؤسسات الإفتائية إلى عصر الرقمنة عبر دعم التحول الرقمي. وكان الرئيس السيسي قد استقبل وفد المشاركين في المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وأكد الدعم الكامل لمسار المؤتمر نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات الإفتاء في العالم الإسلامي كمرجعية شرعية لإصدار الفتاوى الدينية في مناحي الحياة والتعاملات والعبادات. يلتقي المنتخب المصري لكرة اليد مع نظيره الألماني في 14:45 وذلك في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية حتى 8 أغسطس الجاري. وتأهل منتخب اليد إلى ربع النهائي بعدما حقق 4 انتصارات في دور المجموعات ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف الدنمارك برصيد 8 نقاط. ويسعى المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركته الأولمبية، بينما صعد المنتخب الألماني إلى ربع النهائي محتلاً المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط. يختتم فريق الأهلي استعداداته اليوم قبل مواجهة وادي دجلة غداً الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري، ويأخذ الأهلي مرانه الأخير اليوم على ملعب مختار التتش قبل إعلان قائمة المباراة التي ستدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق. ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، بينما يحتل دجلة المركز 17 بإجمالي 23 نقطة.